بار مولي هار تبيت تطلو فيه بيه يعطيها واحد يديها واحد يديها ديك الشيرة تبيت بكيف اللي حتى حد ما يسمح أبار مولي هار تبيت تطلو فيه بيه يعطيها واحد يديها واحد يديها واحد النهار نتغسلت وجهي بس طشي خرجت من الدار كيما مداري كنت مريح في حومتي جات سقستني وحده لابسه خيموار قالت لي خويا قالوا لي باللي انت هو شاكي راني جاي عندك باه دير عليا ايستوار كي شفتها لابسه الجيباب وليكون في يديها جاتني حاجه بيزار قالت لي من اللي كانت عندي 20 عام تال هاد النهار وانا كيما هاك نشوف الناس والناس ما تشوفنيش انا شكون باه ما نجيبش المشاكل للدار ليام فاتت وولات عندي 35 عام وبديت نقطع ليستوار ما خرجت معاها واحد ما زلت جور بلا زواج وصاحبتي في البار كل يوم مع واحد ودات مولي مليار ما زلت تصلي في الليل وفي النهار ونطلب في ربي خرجني من هذا الكوشمار ديك الشيرة تبات بكيف اللي حتى حد ما يسمح أبار مولي هار تبات تطلب فيه به يعطيها واحد يديها واحد يديها أبار مولي هار تبيت تطلو فيه بيه يعطيها واحد يديها واحد يديها الدنيا تعطي الحمل اللي ما عنده سنين يديرها رخيص وتتكلم في المسكين عندي بزاف صوالح باغي نحكيهم صاحبي يا وحد الناس لاعبينها يعرفوا في دين فيهم مرضي ردهم يجدوا صوالح من راسهم ويقلوا لهم بوقلين يبغوا اللي تكون خارجة طريق وبنات الفاميليا في الدار قاعدين نعرف الملايين في حومتي من هادو راهم بايرين ونعرف واحد اخرين كانوا يسهروا في مزغنا وراهم قاع متزوجين بزاف ملتزمين بغاو يصيروا لارواحهم وما نجموش حتى نلقاهم في لي بار خابطين وشحال من اللي كانوا غاطين وتابع ليهم ربي ولاو مورا كل صوره يقولوا امين بزاف شيره ضاعت حياتهم هاك وهاد الدنيا اختي تعطي غير اصحاب الزراويجين ديك الشيره تبات بكيف اللي حتى حد ما يسمعها ابار مولي هار تطلو فيه بيه يعطيها واحد يديها واحد يديها ديك الشيرة تبات بكيف اللي حتى حد ما يسمح أبار مولي هار تبات تطلو فيه